تعالوا بينا بقى نشوف بابا غنوج هنعمله ازاي ومقاديره ايه. هنحتاج له ايه؟ 2 أو 3 طبعا برضو الكمية على حسب راحتك. من البتنجان المشوي هقول لكم شوينا ازاي. هنحتاج 1/2 كوباية من الفلفل الالوان المفروم، 1 فلفل حامي مفروم. هنحتاج كمان 1/2 كوباية بقدونس مفروم، يفضل كمان الورق بعيدا عن السيقان. وهنحتاج 2 معلقة كبار من الشبت، برضو ورق الشبت اللي هو رفيع ده مفروم ناعم. 1 معلقة كبيرة من الثوم المهروس، 1/4 كوباية من عصير الليمون، 1 كوباية طحينة، 1/4 كوباية خل، 1/2 كوباية مية دافية، وكزبرة ناشفة، وكمون، وملح. مقادير سهلة بسيطة والنتيجة تحفة. البتنجان من الحاجات المفيدة جدا وأنا عن نفسي بعشقه. هجيب بقى طبق غويط كده يلا عشان نجمع فيه المكونات. بداية تعالوا ناخد الطحينة. وأيدي الطحينة بسم الله. نحط عليها عصير الليمون. حطينا الطحينة، حطينا الليمون، وأيدي الخل. وأيدي كمان الكزبرة الناشفة، كمون، والثوم. تعالوا بقى نخلط المكونات بتاعة الصوص اللي هي كانت الطحينة بالبهارات، كمون وكزبرة خضر كزبرة ناشفة، ونحط الملح كمان. وحطينا الثوم والخل والليمون. ملح طبعا على قد كمية البتنجان والخضرة والحاجة اللي عندنا. هقلب كويس، ومعايا المية الدافية بقى هبتدي أفك بيها الطحينة لغاية ما يبقى عندي الصوص كده ايه، متوسط القوام. أقلب كده، حلو جدا، مش محتاجين مية تانية، خلاص القوام بقى حلو قوي. تعالوا نقول بقى احنا ازاي شوينا البتنجان. البتنجان ممكن نشويه في الفرن بوتاجاز، ممكن نشويه على البوتاجاز، بس طبعا الطريقة الافضل والاحسن ان احنا نشويه على البوتاجاز. كلنا عندنا الصاجة او الشياطة بتاعة الرز، بحطها على البوتاجاز، والبتنجان بيتغسل كويس جدا من بره، وبسكينة بزهر رفيع ببتدي اعمل فيه 2 فتحات واحط البتنجان على الصاجة او الشياطة، وابتدي كل شوية اقلبه من جنب لجنب لغاية ما كله ياخد بقى ايه الشكل اللي هو ده، والبتنجان من جوه خلاص هيكون استوى. ده افضل طريقة علشان القلب بتاعه كده زي ما انتم شايفين، بصوا يبقى ابيض وحلو بالشكل ده. عارفين بقى لو احنا عملناه في الفرن بتلاقيه من جوه قلبه اسود وبقى مش حلو، ما بيديكيش كمان النكهه بتاعه الشوي وريحه البتنجان المشوي الصح. كانوا زمان بقى في البلد في الفرن الخبيز اللي هو البلدي ده، بعد ما يخلصوا خبيز كانوا يحطوا بقى البتنجان يتشوي فيه، فطبعا الفرن ده كان بالظبط بيدينا نفس تاثير البوتاجاز، مش زي الفرن اللي بالغاز عندنا. فعلشان كده كان زمان في الفرن بيبقى حلو، بس اهم حاجه يكون فرن اللي هو البلدي العادي، انما دلوقتي عشان نستعيض عنه يبقى على عين البوتاجاز عشان ناخد نتيجه حلوه. انا دلوقتي بفضي قلب البتنجان تمام بالشكل ده. تعالوا نقطع دي الاول كده، فضينا اول واحده واللي بعديها. قلنا ازاي نشوي البتنجان. وقشرناه، كنا عملنا كمان صوص الطحينه، كنا حطينا الطحينه، حطينا معاها ثوم، حطينا الكمون، الكزبرة، الكمون، الفلفل، الملح، حطينا كمان الليمون، الخل، وحطينا مية، وعملنا صوص قوامه متوسط بالشكل ده. قشرنا البتنجان المشوي، وقلنا الشوي على البوتاجاز أفضل كتير من شوي الفرن بتاعنا، علشان يطلع من جوه القلب بتاعه لونه حلو قوي، ما يبقاش لونه غامق، كمان النكهه بتاعه الشوي تبقى اقوى واحلى. نهرس بقى، نهرس بالشوكه، مش محتاجين مثلا نحطه في خلاط ولا حاجه او في الكبه علشان يبقى بيوريه قوي، لا عايزين كده نحس بطعم البتنجان ويكون له اثر موجود مش متلاشي تماما. اه بالشكل ده حلو قوي. عندنا ايه بقى من بقيه مكونات بابا غنوج؟ عندنا الشبت، ناخد كده شويه من الشبت بيخلي طعمه حلو قوي، كمان البقدونس،
زي ما اتفقنا، خدوا الاوراق بس قطعوها، الفلفل الالوان، وفلفل حامي طبعا ده على حسب الرغبه. ممكن اكتفي بكده وهيبقى بابا غنوج ما فيهوش اي حاجه مشطشطه، بس لو حابين نحط حاجه سبايسي يبقى فلفل مفروم ناعم ما تكتريش. بصوا بقى الالوان قد ايه جميله، روعه ما شاء الله. تحفه جدا. يلا بقى نغرفه. نقدم في ايه؟ ده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كم الالوان اللي بناكلها بتبقى مفيده جدا جدا للجسم، يعني بنعمل سلطه كل ما كترتي الالوان بتبقى صحيه ومفيده اكتر واكتر، ولا اروع من كده. احنا عايزين زيت زيتون لو عندنا عشان نزين كده الوش، وبيديله طعم حلو قوي. حط على الاطراف كده شويه بقدونس. يا ريت. هايل. ترانشات جزر كمان. تحفة جدا جدا. فاضل بس نحط رشة كده زيت زيتون ويبقى الطبق معانا 10 على 10 كده، يبقى تحفة جدا. زيت الزيتون مع بابا غنوج.